شيء صلاه على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سم. اطلب من اخوي ابراهيم يترك له اثر البرنامج. ابغى يقرا لي اي سوره صغير. انت اقرا اي سوره تبغى. سوره الفاتحه والله اعطتني فجاه. تبغى الفلق، تبغى الناس، تبغى لك أثر. الزلزله. انت تحفظ شيء من القران يعني جزء او تحفظ سورة صغيره؟ السور الصغيرة. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب نعيدها. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يبيض وجهك. الله يسلمك. الله يسلمك. وجعل هذا الصوت ما ينقطع. الله يسلمك. الله يوفقك. طيب على كل، أنا كان عندي الوالد بالمنطقة قارئ شيخ وشيخ يعني، بس الله. أنا ابتدائيا قريت لغة التركي، ما قريت العربي. كنت أبغى أستمر بالدراسة التركية، لا استمرت هناك ولا استمرت هناك، ضليت. إيه الحياة، ماك الإنسان الحياة، ظروف الحياة تحكم على الإنسان بعض الأوقات. في ناس يا ما تعلموا وأقرب إلى الله من أناس يحفظون كتاب الله ويحفظون الكتب والعلم ومتعلمين ودكاترة. في عجائز أعظم إيمان من أصحاب الشهادات الجامعية والدكاترة. أعظم إيمان وأعظم دين. أنا بعد ما كل المجموعات بقولوا هذه ابن أحمد إبراهيم، الناس كلها أنا خاف يعني، لأنه كان معروف قارئ قرآن وبالمنطقة كلها. في كل خير إن شاء الله. أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم. أقول في كل خير.